الثنائي إلى النظام الست عشري إلى النظام الست عشري. أكتب عدد في النظام الثنائي، مثلا لدي 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 على هذا الشكل في النظام الثنائي، كم يساوي في النظام الست عشري؟ الطريقة هي أني كما رأيت في النظام أو في التحويل من النظام الثنائي للنظام الثماني أقوم بالتقسيم لأجزاء، لكن هنا بدل التقسيم لأجزاء من 3 عناصر أقوم بالتقسيم لأجزاء من 4 عناصر على هذا الشكل. إذن أخذ 4 عناصر ثم 4 عناصر، هنا تبقى لي 3 عناصر. لما 4 عناصر بالضبط؟ هنا أكتب عناصر النظام الست عشري، قلنا أنها هي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ونكمل بالحروف A B C D E و F. لو قمت أو لو أردت تحويل هذه العناصر للنظام الثنائي، الصفر هو 0 0 0 0، الواحد هو 0 0 0 1، الاثنين هي 0 0 1 0، الثلاثة هي 0 0 1 1، الأربعة هي 0 1 0 0، الخمسة هي 0 1 0 1، الستة هي 0 1 1 0، السبعة هي 0 1 1 1. إلى حد هنا من الصفر حتى 7 كما رأينا يمكن أن نستغني عن الصفر الأول، يعني تكفي 3 وحدات فقط لأمثل الأعداد من الصفر حتى 7، لهذا كنا نقوم بالتقسيم ل3 وحدات فقط في النظام الثماني، لكن في النظام الست عشري نكمل الأعداد حتى العدد 15 أو F في النظام الست عشري. 8 ستكون بالتالي 1 0 0 0، 9 هي 1 0 0 1، A أو 10 في النظام العشري هي 1 0 1 0، و ب هي 1 0 1 1، س هي 1 1 0 0، د هي 1 1 0 1، ا هي 1 1 1 0، و ف هي 1 1 1 1 على هذا الشكل. إذا نرى أنه لتمثيل جميع عناصر النظام الست عشري في النظام الثنائي نحتاج ل4 وحدات، انطلاقا من الصفر الذي هو 0 0 0 0 إلى F الذي هو 1 1 1 1. لهذا نقوم هنا بالتقسيم أو التجزئ لأجزاء لكل منها 4 عناصر. إذن أكمل عملية التحويل، واحد أعيد كتابة العدد 1 0 0، أكتب بطريقة أفضل، إذن 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0، هذا هو العدد الذي لدي. إذن أعيد التجزئة، قلنا لأقسام بها 4 أجزاء على هذا الشكل، انطلاقا دائما من اليمين، أعيد انطلاقا من اليمين في هذا الاتجاه. إذن لدي هنا 4 أجزاء، 4 عناصر، 4 عناصر، وأنا يتبقى لي 3. ثم أقوم بكتابة أو تحويل كل جزء انطلاقا من اليمين إلى النظام الست عشري. لدي هنا 0 1 1 0، إذا 0 1 1 0 هنا هي 6، إذا أكتب هنا 6. وهنا لدي الجزء الثاني 0 0 0 1 0 0 0 1، والواحد إذن أكتب هنا 1، وأخيرا لدي 1 1 0، أو يمكن أن أضيف هنا 0 0 1 1 0، إذن 0 1 1 0 هي أيضا 6، فيكون هذا هو تمثيل هذا العدد في النظام الست عشري. أخذ مثال آخر،
يكون أبسط، أخذ فقط واحد صفر واحد صفر واحد واحد في النظام الثنائي كم يساوي في النظام الستعشري، إذن أقوم بالتجزيء أربعة أجزاء، هنا يبقى لي جزئين، لدي هنا واحد صفر صفر واحد واحد، إذن واحد صفر واحد صفر واحد واحد هو هذا العدد هنا هو ب، إذن أكتب هنا ب، وهنا لدي واحد صفر أو صفر 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 واحد صفر، إذن صفر صفر واحد صفر هي اثنين، فيكون العدد في النظام الستعشري هو اثنين ب. إذن هذه الطريقة التقسيم لأربع وحدات أو لأجزاء بها أربع وحدات ثم تمثيل كل جزء في النظام الستعشري. في الدرس المقبل نتعرف على التحويل في اتجاه المعاكس، أي من النظام الستعشري للنظام الثنائي. نلتقي إذن إن شاء الله.